تجوالنا بين الصحف العربية مشاهدين لهذا اليوم خصصناه للأخبار التكنولوجية، والبداية من صحيفة الرأي الكويتية التي نطالع منها: فيسبوك تخطط لإنتاج برامج تلفزيونية. تتفاوض شركة فيسبوك مع وكلاء في استديوهات هوليود في الولايات المتحدة الأمريكية من أجل إنتاج برامج تلفزيونية أصلية من المتوقع أن يتم إطلاقها أواخر الصيف الحالي. وأبدت فيسبوك استعدادها لتمويل كل حلقة من حلقات البرنامج المتوقع بمبلغ قد يصل إلى 3 ملايين دولار. واخترنا لكم مشاهدين من صحيفة النهار اللبنانية: شركة هوندا تعلق نشاطها بسبب فيروس واناكراي. علقت شركة هوندا العالمية للسيارات نشاطها في أحد المصانع خارج مدينة طوكيو ليوم واحد نظرا إلى مخاوف من هجمات فيروس واناكراي على أنظمتها، وأوقفت عمل كمبيوتراتها للتأكد من سلامتها ومن عدم وجود برمجيات خبيثة عليها، لتعود بعد ذلك للعمل من دون أي خسائر تذكر. ومن صحيفة اليوم السابع المصرية مشاهدين نقرأ لكم: أبل تتصدر سوق الأجهزة القابلة للارتداء خلال الربع الأول من هذا العام. كشفت أحدث بيانات صادرة عن شركة أبحاث سوقية أن شركة أبل تمتلك أكثر من 53% من إجمالي الحصة السوقية للأجهزة التي يمكن ارتداؤها خلال الربع الأول من العام الجاري، ما يجعلها على رأس القائمة. وجاءت شركة سامسونج في المركز الثاني، بينما جاءت شركة فيتبيت في المركز الثالث. صحيفة الغد الأردنية مشاهدين عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم: جوجل توقف الاطلاع على بريد جيميل لإرسال الإعلانات. قررت شركة جوجل التوقف عن الاطلاع على محتويات البريد الإلكتروني لمستخدمي خدمة جيميل لترسل لهم إعلانات تتماشى مع اهتماماتهم، علما أن المجموعة الأمريكية تعرضت لملاحقات في هذا الخصوص. ويشتكي المدافعون عن حماية البيانات الشخصية منذ سنوات من هذه الممارسات، وقد أطلقت دعوى جماعية بحق جوجل في مدينة كاليفورنيا الأمريكية. ختاما مشاهدين من صحيفة القبس الكويتية: وإنستغرام تختبر ميزة مهمة في مشاركة الصور. بدأت خدمة مشاركة الصور والفيديو إنستغرام اختبار طريقة جديدة لمشاركة المنشورات مع مجموعة محدودة من الأصدقاء. وتحاول إنستغرام من خلال ميزة المفضلة فافوريتس تحسين خاصية قوائم الأصدقاء، ما يشجع المستخدمين على النشر أكثر من خلال منحهم مزيدا من التحكم في جمهورهم.